السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. رايكم في الطبق التحفه اللي معانا ده؟ معايا النهارده بطاطس ويدجز جميله جدا، نقدر نقول عليها ان هي بطاطس مقليه بدون زيت، نقدر نقول عليها ان هي بطاطس خطيره وجميله وخفيفه، تنفع للدايت كمان، ممكن بيعتبروا حمايه غذائيه يعملوها، لان هي ما بتستخدمش فيها غير في حدود معلقه او اتنين من زيت العباد او زيت الذره، يعني حاجه خفيفه جدا. تابع معايا الفيديو باذن الله هيعجبك جدا جدا. طبق ينفع ان انا اعمله في العزومات، بيبقى جميل وبيبقى نوع من انواع المقبلات الجميله جدا جدا ومفيد جدا لكل افراد الاسره. تابع معايا باذن الله هتلاقي معايا الطبق في منتهى الجمال. يلا بينا. ومعايا هنا على عين البوتاجاز واخده كميه من البطاطس، بتبقى نسبه وتناسب، اللي حابب يستخدم كميه كبيره او حابب ان هو يستخدم كميه معقوله تبع الرغبه تبع الاحتياج الشخصي. معايا هنا في حدود كيلو الا ربع من البطاطس، بكون غسلها كويس جدا بالفرشة بتاعت غسل الخضروات تحت مية جارية، وبعدين باخدها بشوية مية كده من الحنفية عادية خالص، وببدأ ان انا احطها على عين البوتاجاز وبغطيها بالمية وبسيب الاتنين يسخنوا مع بعض، وبنزل بنص معلقة صغيرة من الملح وهبدأ ان انا اغطيها وهعد بعد الغليان 10 دقايق بالظبط وهطفي عليها. بعد ما تغلي المية بالبطاطس 10 دقايق بالظبط هطفي عليها، وهنشوف مع بعض الخطوة اللي وراها. وبعد البطاطس بتاعتي خدت وقتها على النار زي ما اتفقنا مع بعض، البطاطس الكبيره خدت حدود 10 دقايق، والصغيره نشلتها بعد مرور 7 دقايق علشان الحجم بيختلف طبعا، وبالتالي الوقت بتاع السوا بيختلف. وانا بستخدم البطاطس على فكره بقشرها، لان تحت القشره بيبقى فيها كميه عاليه جدا من الفيتامينز، وكمان بتبقى غنيه جدا جدا بعناصر غذائيه عاليه، فما بحاولش ان انا اقشرها خالص، وبستخدمها علشان اخد كل الفايده اللي انا حباها منها. تمام، هبدأ بقى نقطع البطاطس بتاعتي بالشكل ده. يلا هنا بقطعها بشرط ان هي ما تكونش الوحدات بتاعتها رفيعة، بقطعها بتكون سميكة علشان لسه هياخد معاها مرحلة تانية من استوى، بتبقى بالشكل ده. وهكذا كل الكمية اللي عندي هعمل فيها نفس الطريقة في التقطيع. بفضل اقطعها من عند القشرة علشان ما تتبهدلش معايا. خلصت الكميه بتاعتي باذن الله، وهنشوف مع بعض ايه التوابل اللي انا هستخدمها ليها، وايه كمان الطريقه اللي انا هستخدمها في سوى البطاطس بتاعتي. نرجع مع بعض. بعد التقطيع ببدا ان انا اتبل البطاطس بتاعتي، والتتبيله بتاعتي عباره عن 3-4 معالق من الزيت، يفضل يكون زيت عباد او زيت ذره علشان ما يكونلهوش طعم ولا ريحه مختلفه. والكميه بقى بتاعت التوابل دي تبع الرغبه وتبع الكمية بتاعت البطاطس، بتكون كمية التوابل. معايا توم باودر، ومعايا كمان كركم، ومعايا رشة بسيطة من الزعتر وفلفل اسود، وكمان البابريكا، ورشة من الكمون، وكمان رشة من الملح. فببدأ ان انا انزل بالتوابل بتاعتي كلها كده على البطاطس بالشكل ده. ما حطيتش الزيت على البطاطس قبل التوابل، لان لو حطيت الزيت على البطاطس هيبدا التوابل لما احطها عليها هتنزل. بعد ما استخدم، لو استخدمت التوابل الاول بعدين استخدمت الزيت، الزيت هينزل التوابل اللي انا حطها على البطاطس، علشان كده يفضل ان انا استخدم الزيت الاول بعدين التوابل اللي عندي. تمام، عشان تثبت على البطاطس بتاعتي. وفي حاجه كده لطيفه انا بحب اعملها مع الزعتر البودر، بحب اخده كده ما بين كفين الايد وبديله فرخه كده محترمه علشان يخرج كل الروائح العطريه الموجوده فيه، بيبقى جميل جدا. وببدا بقى ان انا اقلب البطاطس بتاعتي على الزيت بالتوابل عشان تلزق عليها اكتر وتشرب فيها اكتر. وفي الوقت ده انا بكون مسخنه الفرن بتاعي على 180 درجه ومجهزه الصينيه بتاعتي على اساس ان هي تدخل الفرن على طول. طبعا انا بغبس في الرف الوسطاني، مش بفتح الشوايه. طب ليه مش بفتح الشوايه؟ لان لو فتحت الشوايه هيلون معايا البطاطس من فوق، هتكون لسه ما استوتش، وانا حابه ان هي تستوي وتاخد من القطم اللي انا حاطاها لها ومن كل النكهات اللي انا مستخدمينها معايا. وبعد ما تستوي، طب هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد في حدود من تلت ساعه لنص ساعه. طب انا ليه قضيت البطاطس بتاعتي نص سلقه في الاول؟ علشان ما تغيبش معايا في الفرن وتنشف، ومش بغطيها، انا حابه ان هي تتشمع معايا، وحابه ان هي تكون الى حد ما
يعني زي ما تكون مقلية، بس أنا ما استخدمتش فيها كمية عالية من الزيوت زي ما بنستخدم الزيوت الكتير العالية في عملية القلي. أنا حابة إن هي تستوي معايا بالمرحلتين دول علشان أضمن إن ما يكونش متشبعة كمية عالية من الزيت، وتكون إلى حد كبير جدا صحية، لأن على فكرة البطاطس من أنواع النشويات الصحية لو استخدمناها لوحدها دون أي نوع تاني من النشويات معاها. بطاطس التغذية بيقولوا إن هي مغذية جدا وصحية لو ما استخدمتش معاها أي نوع تاني من النشويات. تمام، هبدأ بقى أدخل البطاطس بتاعتي الفرن، تاخد من تلت ساعة نص ساعة زي ما قلنا. بعد ما تخلص هنشوف شكلها الجميل مع بعض. وهي البطاطس الويدجز بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن لسه سخنة وجميلة جدا، ريحتها في منتهى الجمال. يا ريت تكونوا معايا عشان تشموا الروائح الجميلة دي، كلها حاجات كده رائعة وأعشاب عطرية رائعة جدا جدا. لما تهدى شوية كده هحطها في طبق التقديم وإن شاء الله تعجبكم جدا. ايه رايكم في طبق المكبلات بتاعنا؟ حاجه سهله وسريعه وجميله جدا، كل الاطفال بيحبوها، وطبعا البطاطس دي معشوقه ومحبوبه الجماهير، كل الاطفال وكل الكبار والصغار بيفضلوها في كل الوجبات سواء كان غدا او عشاء، حتى سناكس ما بين الوجبات بتبقى لطيفه جدا، وخاصه في ايام المذاكره وكمان فصل الشتاء اللي احنا موجودين فيه. حاجه جميله مغذيه وبتدفي، كفايه ان انا عاملاها بايديا في البيت، كفايه ان انا واثقه في نظافتها وفي جودتها. حاجه مشرفه كمان في العزومات، بيبقى طبق مكبلات جميل جدا في العزومات. وعلى فكرة لسه ما عملش لايك للفيديو وعجبه، يا ريت ما ينسانيش في اللايك وكمان يعمل شير عشان الكل يستفيد. وما كنتيش مشترك معايا في القناه اللي تعمل سبسكرايب وتنورني في القناه وتضغط على زر الجرس للكل علشان تعرف يوصلك مني كل جديد. سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.